السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ قبل بس ما نبدا في اي حاجه كنت حابب بس اعتذر لكل الناس اللي بتسال وكل حد عنده سؤال وبيعمل كومنت بالسؤال بتاعه. الفتره دي فتره امتحانات، معلش مشغول شويه بس هرد على الاسئله دي في اقرب وقت. المهم عندنا النهارده فيديو بسيط كده وممكن يفيدك، وناس كتير جدا كانت بتسالني عن الموضوع ده. انا الحقيقه ما كنتش حابب اعمل الموضوع ده لان كده بكل بساطه زي ما قلت لك قبل كده صعب انك تبقى واثق كده في تطبيق او اب انك تستخدمه في تزويد اي عدد من الحاجات زي انستجرام، تيك توك، يوتيوب والحاجات دي. بس الحقيقه التطبيق ده جربته وطلع فعلا شغال وكويس جدا، والتطبيق موجود على بلاي ستور واب ستور، يعني موجود للاندرويد والاي او اس. ده معناه من الاخر ان التطبيق ده مش تطبيق هاك او تطبيق سبام اللي هو ياخد بقى البيانات بتاعتك او يسرق البيانات بتاعتك والكلام ده. تعالى بقى ما اطولش عليك واشرح لك فكره التطبيق ده واقول لك ازاي انك تجيب عدد فولورز على الانستجرام بطريقه مجانيه. ولو انت حابب تتبع الطريقه الثانيه انك تشتري الفولورز دولت، وتبقى دي طبعا الطريقه السهله الا انها برضو بفلوس، فانت ممكن تستخدم الطريقه العاديه المجانيه عادي خالص. قبل طبعا اي حاجه محتاج انك تنزل التطبيق، هسيب لك رابط التطبيق تحت في صندوق الوصف، انزل تك على الرابط وهيفتح لك الصفحه بتاعه التطبيق عادي جدا. ومن طريق الصفحه دي تقدر انك تخش، هتلاقي كلمه داونلود قدامك على طول، مش محتاج انك تدور على اي حاجه. ولما تضغط عليها هيبعتك لبلاي ستور او جوجل بلاي، عن طريقه هتقدر تنزل البرنامج وبس يا معلم. اول ما تفتح التطبيق هتلاقي التطبيق جاي لك بالشكل ده. طبعا محتاج انك يكون ليك اكونت على التطبيق. هتعمل اكونت بكل بساطه بالايميل والباسورد، عادي سهله جدا مفيش اي مشاكل. وبعد كده هتخش بالايميل بتاعك ده على التطبيق والتطبيق هيفتح معاك بالشكل ده. اول ما تفتح التطبيق هيطلب منك انك تدخل الاسم بتاعك على انستجرام. طبعا هتدخل الاسم بتاعك على انستجرام وهو هيتعرف على الاكونت بتاعك بكل بساطه. طبعا عندك بقى كل قسم تحت هنا، عندك الاقسام، انك اول حاجه الدولار ده انت تقدر عن طريقه انك تشتري كوينز، والكوينز دي انت هتستخدمها في انك تشتري بيها فولورز والكلام ده، او تشتري بيها لايكس او اي حاجه. وعندك طبعا خانه اللاف، تقدر عن طريقها انك تجيب لاف او كميه لايكات على الصوره بتاعتك. انا مثلا لو هنبص على الخطه الزمنيه، عندك مثلا 7000 كوين هيدوا 50 فولور بالاضافه ل 50 لايك، وعندك مثلا 13500 كوين هيدوك 100 فولور و100 لايك، وهكذا 50000 و90000 و400000 والكلام ده. وطبعا الكوينز دي هقول لك انت بتجيبها ازاي دلوقتي. وبالنسبه بقى للخانه اللي بعدها زي ما قلت لك خانه اللاف، تقدر عن طريقها انك تجيب لايكس او لاف على الصوره بتاعتك، اي صوره طبعا مش صوره محدده، كل الصور اللي عندك اي صوره تقدر تختارها عادي، او اي بوست عندك. طبعا عندك هنا 2500 كوين يدوك 100 لاف، 4800 كوين يدوك 200 لاف، حاجات زي كده يعني. طبعا الخانه بتاعه الدولار دي الخانه اللي عن طريقها تقدر انك تشتري الفولورز اللي انت عايزهم بس بالفلوس. يعني عندك مثلا 5000 كوين ب 63 جنيه، 10000 كوين ب 77 جنيه او 78 جنيه، عندك مثلا 30000 كوين ب 240 جنيه، وهكذا يعني. دي عن طريقها تقدر انك تشتري الفولورز لو انت ايه مش محتاج انك تعمل الطريقه المجانيه. بس الاهم واللي انا جاي اشرحه النهارده هي الطريقه المجانيه، ازاي انك تقدر تجيب فولور بطريقه مجانيه. هتروح بقى على اول خانه وهنا بقى يبدا الكلام. اول خانه هتبص تلاقي عندك ايه ناس كتير كده وصور غريبه. اول حاجه لما تضغط لايك هيطلب منك انك تدخل الباسورد بتاع الانستجرام بتاعك عشان يتحقق ان ده الاكونت بتاعك والكلام ده. بعد كده بقى هتلاقي ايه اعجابات على الصور، ناس طبعا غريبه، ناس ما تعرفهاش، ناس من جميع انحاء الدول. كل اعجاب هتضغطه او كل لايك هتضغطه على الصوره هيجمع لك 20 كوين، وفي الوقت ده تقدر طبعا انك تقعد تجمع الكوينز بتاعتك، وعن طريقها هتقدر تحولها بمتابعين. الموضوع بسيط جدا، مجرد انك بتضغط بس على كلمه اعجاب وبيجيب لك الاكونت اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده، والموضوع سهل جدا. ممكن تقعد تجمع عدد كبير جدا من الكوينز وانت قاعد في 5 دقائق بس. في خانه تانية بقى اللي هي فولو، بتديك 100 كوين على طول، تقدر تعمل للشخص ده فولو وتاخد 100 كوين، والموضوع بقى بيمشي هكذا على طول. بتبدا تجمع وتجمع وتجمع وفي الاخر تروح تحول الكوينز اللي انت جمعتها دي بفولورز على طول. وزي ما قلت لك التطبيق ده موجود للاندرويد والاي او اس، فتقدر تستخدم التطبيق ده عادي جدا على الاي او اس. ولكن الموضوع هنا بقى في مشكلة على الاي او اس. لما نزلت التطبيق على الاي او اس او الايفون التطبيق عادي شغال تمام مفيش اي مشاكل وكل حاجة شغالة بشكل ممتاز جدا، الا انه مفيهوش الاوبشن انك تعمل لايكس بقى وتاخد الموضوع فري. هنا انت عندك الاوبشن بس انك تشتري الفولورز بالفلوس وبس. دي كل حاجة النهاردة. لو انت عندك اي استفسار سيبولي تحت في كومنت، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. يلا شوف الفيديو جاي ان شاء الله. سلام.